انا من كثر ما دافع للحسين كفضاب انترس من النذورة علي بالصدر كعبة وبالعجز ابيت الله ولد واستشهد بجامع اختصارا للمناقب ماخذ الزهراء اختصارا للوقت من نجي من الواقع يا الماه لحفاء بحرف درس الطاء ما قلت اوفى للنبي الصاحب الذي يولد ما بعد غد لكنه يسأل عنك البارحة غير السهم يا اهل وصل عباس من اللي بيكم شايف لون درع السماء تشيب غير مخاطر داع يا شيب تخاطر تعيش الملة ما ندش حزن يرتب الوهمان جاويد ومناديلك نعيفة الحلة منا الرميضة منا والمشخاب منا سادتي الأكارم شعرنا القادم يتحلى بالإبداع قطعا ما أرسلت المشخاب خلف شاعر إلا وكانت شهادة اعتراف منها بإبداع القادم دائما هو مزيج من كل شيء جميل أعلم أنه يحمل جديد دائما أقول ولا أقول حينما أرى هذه الابتسامة المقدسة من أهل المشخاب أترك الناس من غير أن أقول اسمه عزمت عاين مذهل والله مذهل استحق التصوير أكثر التصفيق في إدارة المهرجان والحاج الحاج أحمد الحسناوي الرادود وصاحب الدعوة والأخوان بالهندسة الصوتية وواحد جاي يوزع مي من بدء المهرجان لحد الآن وشوفوا هذا العدد يستاهلون التصفيق أو لا كيف رأيي وستؤكدون الرأي وتشاركون الرأي أكثر من يستحق التصفيق في هذا الاحتفال هو علي بن أبي طالب الأرض عصمت عين شاهدت جبريل شاهدت حذر جنحان شيل جبريل مدري جاب نزل جبريل شايب صوت الله وياه جايب ذي فقارك ما وياه قراب من أحزام الله سيفك سيف ذي الفقار بيك الهب الله شلون ما ينهاب سيفك شف علي وعداك روس ايتام بقد ما مسح روس مبقى بس رقاب يستانس محمد من تطبع الجيش لازم بارك الله التصفيق لعلي الشاعر من تصفق يسكت ويعيدك بدون اعرف انت من تصفق عيد وانا منه بس التصفيق لعلي مو محمد الفاطمي الأرض عسرت عايد شاهدت جبريل حذر جبحان الشي جبريل مدري جاب نزل جبريل شايد صوخ دوا وياه جايد من فقارك ما وياه قراب من حزام الله سيفك سيف بالفقار بيك الهيب دوا شلون ما ينهاب سيفك شف علي وعداك روس ايتام بقد ما مسح روس مبطي بس رقاب يستانس محمد من تطوع الجيش
عليك ما يرتاب يظل يحسب رقب من كثر ما مرتاح ولو صلى سيفك يلحق الاحساب انت ايش قد تلف بس من تشيل السيف جنت لله بضربتك على ابني والاعجاب تقلع باب خمر عود صعب عليك ليش قبال جفك باب خمر باب وهو ليش المال شفك باب خيبر باب؟ ايش قد القاب عندك لايكات عليك؟ ولان متواضع تحب لقب يا ابو تراب، بيت المال بيدك وانت بيتك طين، علي انت الامير وتشتغل حطاب، ومن قد النفاق انت بس راسك شيب، علي بقد شيب راسك صار عندنا حساب، والا شلون صار فلان هم صديق؟ رمت يا علي هو الوقت جذاب. قال انا جدي الرسول يقول لعلي انا وانت ابويا هذه الامه. يقول جدي ابو فلان الفلاني. قلت لعلي يقول انا والد كل تقي. قال انا جدي فلان الفلاني. قلت لعلي بالصدر كعبه وبالعجز محراب. نصرة لعلي هذه القصيدة. علي بالصدر كعبة وبالعجز علي بالصدر كعبة وبالعجز بيت الله انولد واستشهد بجامع اختصارا للمناقب باخذ الزهراء اختصارا للوكيد من نجي من الواقع من باب الترافع يعرف اي بستان ان شاء الله فرحانين علي بالصدر كعبه وبالعجز ويانا علي بالصدر كعبه وبالعجز بيت الله انولد واستشهد الجامع اختصارا للمناقب ماخذ الزهراء اختصارا للوكت من نجم من الواقع من باب الترافع يعرف اي بستان قام يسير على الورد ما قاطع ومن باب الحرب او جدك بالحرب بس واقف ويباوع اجيت وقلت لي رابع وانا جيت وياك قلت مو مشكلة وما عندك المانع زين صار الاول صار من يا باب شو بتشذب رزة باب ما طالع معناها اجيت وقلت لي رابع وانا جيت وياك قلت فلنفترض ما عندك المانع ويا صار الاول صار من يا باب شو بتشذب رزة باب معناها نقارن بين جنة ونار من نقارن الأول ويا الرابع بصلاته ونزع محبس للفقير مطاه وانت اسأل عمامك جدك ايش نازع وهماح خادم النوم اجيت وقلت رابع وانا جيت وياك قلت مو مشكلة وما عندك المانع زين صار الاول صار من يا باب شو بتشذب رزة باب ما طالع معناها نقارن بين جنة ونار من نقارن الاول ويا الرابع بصلاته ونزع محبس نزع محبس نزع محبس للفقير انطاه وانت اسأل عظامك جدك ايش نازع وهم راح اختصر يوم الغدير وياك اكو واحد يبيع وواحد يبايع النبي شال ايد حيدر قال له جاي يشوف راسا بيد المشتري من البايع بل
نصرة لعلي الفرحة. خادمك يعني الرسالة دمعة. نقرأ الرسالة. أنا خادم وأنا خادم وأنا. هي تصير هدية لعلي ورحمة وإهداء لأرواح شهداء المشخاخ التخمين. بس احنا حتى نهيئ جو لقصيدة الرسالة. من عنده حاجة يا أم البنين يرفع يده ادعوا لي وياكم. الله يوفقك جاي أم البنين. الله يبارك فيكم. هسه نريد تحية إلى أم البنين بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا الله وفقنا تصريح من على منصة غدير المشخار في محرم الحرام القادم سيكون جواب للرسالة. الحسين بعد استشهاد العباس عليهما السلام يريد أن يبعث رسالة إلى أم البنين يقول فيها: من يوصل المرسال أرض مدينتي فهناك جفن ساهر لمصيبتي وحنان أم ما يزال بغرفتي. كلمتها عبر الحنين بدمعتي. من يوصل المرسال أرض مدينتي فهناك جفن ساهر لمصيبتي وحنان أم ما يزال بغرفتي. كلمتها عبر الحنين بدمعتي: أنت الغريبة أم أنا في غربتي؟ صبرا فقد قتلوا عطاشا إخوتي، عجب لنهر لا يغازل نظرتي، فالنهر قد سرق الحياة وبسمتي، ونزفت كل الصبر عند الضفة، والنحر صلى باتجاه الثورة، وبلوعتي، وبمحنتي، وبلهفتي، ها قد مسكت بلحيتي، جمر انتظارك لاهب في مهجتي، ودموعك الحمراء تشبه مقلتي. فإليك يا أم البنين مودتي، كوني بخير إن قرأت رسالتي. عرفتيني من لو قلت شان حسين، بعدك واقفة على الباب لو تحتي، يم اربع حزن مو فقط بالتحزان، بقيت لوحدك بينا اتحزنت. طلبت من الهوى يوصل لك المرسال، عسى تعرفين حالش ما تنفست من غربة. رسالة دمعة من مخنوق إلى مملكة حضنك وين ما كنتي. أنا عن نهر كضيت خاصرت، بقميص وجبتي وعمامتي وبختي، والنيت على خي وما سمعت. تجوي البارد النار اللي بعاطفتي بحيث احترق قلبي بطيحة العباس،
ونشف ريقي ويبس وتفطرت شفتي صوت سيوف صوت خيول صوت قبول ابن صديق الاصوات وينسمع صمتي قلبنا الخيام لو ما عرف شبعت شلون شلون اضل على النهار يمكن تموت اختي وزينب تفتهمني بنظرتي يا صغار اطيح يا عمد واختصر سالفتي ما ادريش بي اشيل جفوف دي والطيب ردبت شي وصحت يا معان خويا معان وين انت يوجعني من الصدر الشامت من بعيد يشامر بالحكي وحجارته بقصت واما بعد بس شبعت يا عباس بقت بصر قوتي والسيف اللي بذمتي واذا شفت فراغي يصير بالمكتوب قول المعنى راسي انفصل عن جفتي رمحهم راد راسي وخبر راس وراح بس ظل شاي ليسولف بمنزلتي ومحبس الظل مدرب يا نفس جمال خذا بس من خذا قص اصبعي منتي او من داست بصدر الخيل صحت بصوت الله يساعدك يا ضلوع والدتي او ختاما بالعليل بعد ما وصيك وأمان عليك توصل بوست البنت وتقلي لها يسلم عليك يقول خل تقرأ الرسالة وتقرأ فاتحتي وجع عاشور اجع عاشور اجع عاشور بس خايف على حسين يرجع ينذبح من اقرب الناس تظل شوكت امي الخاطر الماي كرامة لفاضل اجع عاشور بس خايف على حسين يرجع ينذبح من اقرب الناس تظل شوكت امي الخاطر الماي تصرف على النهر يومي يا عباس